جمهورنا جمهور الإبداع لا ينتهي في كل مكان. معنا أبطال من أبطال العمل المسرحي العظيم الظل العظيم، نحب إن نلتقي بيهم معاكم ونشوف التجربة اللي كانوا فيها ديت ثابت جواهم إيه. منورين الدنيا فنانين، ربنا يخليك. ده نور حضرتك. أنا شفت يعني عمل عظيم على خشبة المسرح طبعا. في البداية طبعا أحبكم تعرفوا نفسكم للجمهور. أيمن محمد عبد الوهاب، ده أول عمل ليا، كنت الدور بتاعي كان دور من عامة الشعب، وبعدين قامت حرب فكنت قائد فرقة من الفرق السبعة اللي بتكون منها الجيش الروماني أثناء الفترة دي. أنا أحمد شريف عبد المجيد. أهلا وسهلا. أول برضو مرة ليا خالص، بس عملت حرق يعني أدوار كتير، بس الدور نفسه مش عملاق. عملت أدوار يعني قمت بأدوار قصيرة قبل كده في أعمال كتير، يعني زي مثلا خادم، أيوة، عامة الشعب، حارس القصر، يعني الفن في دمك. هو ده المهم. الحارس الاسود وحارس بولينيس. ايوه ده الاربع طبور بس. ايوه والاستاذ انا احمد خضر، وبرضه تعتبر اول تجربه ليا كمسرح. اهلا فنان. اهلا استاذ المسرح بالنسبه لنا برضه حاجه، يعني كانت تجربه اولى بس حاجه ممتازه، وهتاخدها ان شاء الله لحته حلوه احنا بنأملها ان شاء الله. مسرح بيت الفن. مسرح بيت الفن وجودكم على خشبه المسرح بيخلينا النهارده نتفائل ان شاء الله تبقى انطلاقه وتبقى شيء اخر حاجه. طب شفتوا التجربه اللي احنا عشناها النهارده دي ازاي؟ طبعا تجربه جميله جدا، يعني حاجه بجد جميله، ولو اقدر اقول حاجه اجمل من كده يبقى ريت، يعني الصراحه تصوير وكل حاجه كانت النهارده حلوه، والموسيقى والاضاءه كل حاجه النهارده بجد على مستوى عالي، حتى الكاست اللي انا وانتوا ادائكم كان على مستوى عالي صراحه، حتى الكاست اللي انا شغال معاه اللي هو ايمن واحمد وبقيه الناس، الله اكبر بسم الله ما شاء الله عليهم، ناس محترفه جدا يعني مش عارف. طيب هو حضرتك عمل رائع جدا جدا، خاصة ان هي رواية للمؤلف العظيم الرائع سوفوكليس. سوفوكليس طبعا مؤرخ كبير. والمخرج المبدع الرائع خالد العسوي، ادانا فرصة جميلة جدا جدا جدا، ويا رب نكون عند حسن ظنه ونقدر نكمل في المجال دوت. وبصراحة وفر لنا الظروف والجو المحيط، ومرينا بظروف صعبة اثناء فترة الكورونا والحظر، وكنا بنتمرن في ظروف قاسية جدا جدا، ان احنا نقدر نخرج بالعمل الناجح دوت بالطريقه ديت بالشكل اللي بسط الناس كلها، بسط الجميع. برافو، انتوا هايلين، كنتوا هايلين بصراحه. طب استاذ احمد انا عايزك برضك تكلمنا، ايه هي اللي يعني ايه شفته مفيد بالنسبه لك اتعلمته في هذا العرض؟ في حاجه اتعلمناها؟ والله بص احنا اتعلمنا كتير، هو البدايه اصلا ان احنا بنحب نمثل، فمثلنا قدام مرايه كتير، فلما اتاحت لنا الفرصه ان احنا نشتغل على المسرح كانت تجربه بالنسبه لنا جميله جدا. هم تخيل البروفات بالنسبه لنا كانت اداء ومتعه، في تخوف او ظلم عامل زي كده شبح داخل على عليك انت مش عارفه، وبعدين فوجئنا ان خشبه المسرح جميله والله. انت يعني اتكلمت في الشيء اللي انا قصده من ورا السؤال. يعني انا عايزك تقول للشباب اللي زيك، حلو، تقول له تجربه قد ايه تجربه زي ديت مهمه بالنسبه له، او شفتها ازاي، يعني عايزك توصل لهم التجربه دي مشيت معاك ازاي. بص هو في مقالات كتيره بتقول ان التجربه الاولى او التجربه الجديده بتحط حاجه جوه الانسان بتخليه يبدع في كل اللي حواليه مش في الحاجه نفسها. تمام، ده اللي احنا بصراحه طلعنا بيه، اشتغلنا على مخرج رائع بيحب الناس كلها، علمنا نحب بعض فينا، بيتعامل مع كل واحد فينا على انا شفت الروح الاسره الواحده جوه العمل كانت عظيمه، كانت باينه عليكم في التحرك. انسان فاضل جدا، فينا ادوار صغيره بس مش شايفينها. ما ده شيء عايز اسالكم فيه. طيب واجهت صعوبه من المسرح اللي قمت عليه بالبروفات على بالنسبه للمسرح اللي انتم بتادوا عليه دلوقتي؟ الصراحه هل في التحرك في الاماكن هل واجهتكم صعوبه؟ عشان الموضوع جديد علينا فاحنا نسيب التقييم لاهل التقييم، لكن احنا بالنسبه لنا التجربه. لا انا بسالك انت، يعني انت هل واجهت صعوبه من المسرح اللي كانت عليه البروفات لما اتنقلت المسرح اللي انت عليه العرض؟ هو استاذ خالد ما حسسناش بالفرق دوت، هو ادانا التجربه واضحه وكان بيشرح لنا المساحات وازاي نتحرك ونعمل ايه، اكنه كان بيحفظنا المساحه بالظبط والمسرح هيكون ازاي، فجايين اكننا اشتغلنا على المسرح قبل ما نوقف. طب انتوا شايفين الجو الفني والجو الابداعي اللي موجود دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها ديت بالنسبه لكم انتوا
حاسينه ازاي او شايفينه ازاي؟ الفن حاليا قصدك؟ ايوه احبك تتكلم، قول لي. فن المسرح دلوقتي هو من اكتر فنون الحلوه حاليا، الحاجه الوحيده اللي ممكن تتفرج عليها عكس المسلسلات والحاجات دي والافلام والاغلب بقت. برافو. حتى الكوميديا في المسلسلات والافلام بقت دون المستوى جدا، ماشيه على نفس السطح. يعني تنصح اخواتك الشباب ان البدايه تكون من هنا؟ أنصح من على خشبه المسرح. انصح الناس اللي عندها كاريزما كمان ان هي قدام الكاميرا والحاجات دي ان هي تبدا مسرح، هتلاقي قبول جميل من الجمهور وتسقيف وحاجه هتحس انها شعور جميل جدا. انا صورت قدام كاميرا وعملت عملت كاستنج وكده، بس ما حسيتش بالفرحه اللي انا حسيتها قد ما حسيت بالفرحه والجمهور بيسقف لي وبيسقف للكاست بتاعي والتحيه من الجمهور. فهنقدر ننصح كل اصدقائنا الشباب اللي من سننا والاصغر مننا ان هو ما ياخدش اي حد مثل قدوه، يستنقد مثل اللي هو ياخده قدوه ليه. تمام. كل واحد يدور يعني على الموهبه من المكان الصح، كل واحد يدور على الموهبه اللي جواه، يبدا من ذو الخبره يدور عشان يتعلم، يدور على الموهبه اللي جواه سواء كره قدم، رسم، فن، مسرح، تمثيل، ايا كانت الموهبه اللي جواه يدور عليها ويبدا ينميها ويشتغل على نفسه كتير. يشتغل على نفسه كتير بالزبط. وهيلاقي ناس كتير في بيوت الثقافه وفي اي مكان هيقدر يساعده، سواء نادي سواء قصر ثقافه، يقدر يقدم له الفرصه ويوفر له الجو المناسب ان هو يكون انسان كويس، يبعد عن المخدرات، يبعد عن اي حاجه تضره شخصيا، يبعد عن الفن الهابط زي الاجرام اللي بيتصدر لنا الفتره الاخيره. اللي انتوا حصلتوا عليها دي شايفينها بالنسبه للشباب اللي لسه ما خدتش قرار في البدايه وخايفه من هم متاخرين جدا جدا، بلاش ان هم يترددوا ويحاول يبدا. انا شايف ان هو ما فيش حاجه اسمها متاخر، طول ما انت لسه قدامي فرصه تدوس روح. طبعا يعني مثلا زي ما هو في عظماء كتير بدأوا متاخر. صح مظبوط، ما تاخرش. لقيتوا اي صعوبات طيب في دخول المجال نفسه؟ بس اقول لحضرتك على اي مكان، بس احكي لك التجربه. دخول المجال الفني لقيتوا صعوبه في دخوله؟ بصراحه استاذ خالد ساعدنا جدا جدا، مفيش اي صعوبه. استاذ خالد بيدور لنا اي مشاكل بيشكلها. يعني هو لما اشتغل معانا ابتدى، كان معانا ناس بتقول له عربيه، ابتدى ان هو يتكلم معانا وقال لك دي مجروح بيها ودي مش عارف ايه. طب وجهه له كلمه بقى، هو اكيد شايفنا وسمعنا. ده شيء حبكم جدا على الفرصه العظيمه. انا عايز طبعا اشكر استاذ خالد العسيوي واستاذ خالد السوفي مصمم، استاذ خالد السوفي مصمم المعارك، واستاذ خالد العسيوي المخرج. بحب اشكرهم الاثنين جدا، اشتغلوا معانا وتعبوا معانا جدا. وانا لو قعدت اذكر في اسماء الناس اللي اشتغلت معانا واشتغلت معانا بقلبهم طبعا مش هنخلص. طبعا من كتر ما هم يعني انا احب اشكر اي حد اشتغل معانا. كل الكاست كان جميل، كل التصوير، كل حاجه من الارض كان والله. يعني انتم اسعدتونا، والشباب اللي زيكم بيسعدنا دايما ان احنا نشوف بذول نجوم جداد ان شاء الله هينصعوا الساحه الفنيه وساحه الابداع في المستقبل القريب ان شاء الله. كل النجاح ليكم وكل التوفيق ليكم. والنجاح كل الاستاذ خالد اللي وفر لنا الفرصه ديت. يعني تكملوا ما تضعفوش، عايز اشوفكم في اعمال ثانيه كتير ان شاء الله. بدايه لينا مع استاذ خالد برضو لازم. ويعني انا مش عارف، انا بوجه جدا انا نفسي جدا بتوجه للشكر للمخرج العظيم العظيم اللي وفر لنا الفرصه وندعي له ان هو دايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. يعني هو قام بدور كبير قوي معاك، العرض باين والعمل باين، في الابداع والمجهود اللي اتبذل في العمل باين. هو عبقري صراحه بامانه. هو عبقري. من اكثر الحاجات اللي بسطتني على المسرح ان انا كنت متوقع ان يعني ان انا الوحيد اللي بقعد اتفرج على كل الناس على الخشب. تمام. لقيت ان ده لا، ما هو انت كل يوم اكيد هتتعلم جديد في المسرح. هو مثلا حتى لو انت بتظهر بتتكلم ما بتتكلمش الناس بتبص لك. برافو عليك. اتكلمت والناس اللي جت علقت لي وكلمتني كلمتني على الفتره اللي انا كنت فيها ساكت. ايوه. ما اتكلمتش. ايوه. ملتزم بالعرض. انت ملتزم بالعرض بتاعك. برافو، شاطر شاطر. لا برافو، ده يعني يوم ان شاء الله ان انت هتبقى فنان محترم ان شاء الله في المستقبل. نورتوني يا شباب ونورتوا كل الجمهور. شكرا استاذ خالد، شكرا على الفرصه والعمل العظيم والعرض العظيم. شكرا استاذ احمد. يا اهلا وسهلا بيكم، ان شاء الله نلتقي قريبا على خير ان شاء الله. نشكر القناه الجميله. الله يخليك.
عليك ان شاء الله دايما معايا في الابداع لا ينتهي. نجوم نجوم الابداع. شكرا استاذ احمد. شكرا اتفضل. انا مشكور مسرح عبد المنعم مجنون طبعا طبعا او يعني ليه اسماء كتيره سافرنا كل القوامين العامه. انا يا جماعه باسمي وباسم يعني القوامين العامه احب اتوجه بكل الشكر لقائمين على المسرح اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، المسرح القومي للاطفال ومسرح عبد المنعم مجبولي بكل القائمين عليه ان شاء الله. واحب ان دايما الاماكن اللي زي ديت تبقى هي منبع لكل الاعمال الابداعيه اللي فيها اسمار للعقول وتنوير للعقول وللثقافة الموجودة في المجتمع بتاعنا. من هنا بنوجه التحية، كل التحية للقائمين على هذا المسرح العظيم، ونورتوني يا شباب شرفتوني. ان شاء الله نتقابل عن قريب في اعمال جديدة ان شاء الله. نورتوا الدنيا.